شلون يريد يجلدنا اليوم؟ بنا ناس باد علينا. شكو؟ ما انت المنال ولا المنا؟ ما يمنى؟ ما يمنى. قط 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 مقاطع. شين الماما؟ ليش مر لها الرقم؟ ما ايش قل لها الرقم، رد لها الرقم. ما شو ترد لها منال باكر ولا ترد؟ رد لها الرقم. هيك اشار غمها هيك اشر هنا اشر لها هيك. ايش مر لها الرقم؟ ما صير شمره مثل اخوك. ما شو تدري بيك توجويج؟ ما انا اسف. يلا يلا شاقين. انا ابو درب مختار الحلوه. عشان انت رد لها الرقم، رد لها الرقم. هاي صاحبتها وياها الي. صفر. با هاي هو الرقمين. اتصل بصديق. با قول دزلت كارته بالخمسه. با ها با با شو دوختني. با با هو هذا الصيني دائما يصفن. صحانه صحانه راح ارقم. قوم قوم بسرعه قوم. هاي بنات. هاي. سلم سلم. هيكم هيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. وين تفضلوا؟ مو هسه جايات البنات. هذا قاعد احرن على هاي مبينه قطعيه. اهلين. لا لا لان احنا عازمين بنات شوي يعني سوينا شوبينج فقاعدين يعني. شوبين طبعا. هذا اخوي وصديقي. اهلا وسهلا. شو 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 انه بيضحك. قلت والله هاي ما ادري صارت عركه بحلقه. ايش اسمك؟ س س س س ترس ترس. سمير سمير. سمير الله شو صرت سميرة. سميرة اسمها س س س س سميرة. كلش حلو حلوة حلوة. بدون القلب هو يعني متزوج ولا خاطر؟ مزوج. يقول لي انا تقدموا لي هواي بنات بس ما قبلت. هلا اشوف واحدة اللي تحبني. شنو تريدين تزوجيني؟ اقول لك خلي يقومون راح البنات يجي. هاي البنية ايش قد قطعية؟ لا البنية قاعدة صفرة. ليمون؟ لو محامض. ممج يقول بلكن رقمك. طبعا طبعا هاك سجل سجل اكيد. عجب شو مو فريفري. طيب انت قاعد تحكي لو تخشب. طيب 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 انت بس سكتي القطعيه. واحد حب الاخ شعليت جوز الزوج مو تحب تعدل شلسه انت شعليت. هسه طيب صفر سبعة سبعة قاعد الاسئله هو هذا هو حفظت الاشياء. سمير وش وجهك؟ تعرفه يعني زين. راح احدد عنك سجل مغلق. اوكي انا فاهم انا فهمت. شحن ماكو. هو يشحن ويا التليفون. خابط. شوفي هاي يقول البطاريه منخفضه ماتت. بالليل من تخابري الشحن ما تفوز يحكي عدل. اقول لك ترجم له اقول له سمير تسريحته حلوه. سمير تسريحته حلوه.
خبر خبر عرفت يقول تسريحتي ما صخله تسريحتي مال خروف لا يا خروف ها خب ها عرفت يقول تسريحتي هذا الثور مو ايش حصل له مو تسريحه هو ها تسريحتها حلوه شكرا اصلا هاي التسريحه الدولية يسمونها تسريح النطح انا افهم فضحتيني قدام العالم فضحتيني انحشت القطعيه اقول لك شنو السالفه؟ وين تقعدي انت؟ اقعدي انا انت ليش قطعيه؟ كابتن اكيد راح اشوف اكو شغله راح اسولفكم بها شوف واحد من يتعصب لازم انت شو تشربون واحد من يتعصب؟ عصير عصير شنو؟ شوف هذا الشذب كله مال واحد يتعصب ويشرب عصير ليمون غير الفلوس ما تريح الاعصاب وش هجمه مرتده عصير لا تخلي قطانة كابتن كابتن انت انجلش خشمش جيجيش ولا يهمك شلون راح افتهمك انا ترجم لك شفت يعني شفت من دعم بالاخبار بالتلفزيون انا قاعد يومكم بالبيت انا خلصت من هذا الموضوع راح اعرب لك ياب زيوني لا 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 سنداون سنداون شنو سنداون شو اكثر من عليا بس افقعك هم حكت السفره حكت القطعيه تعال اصلا افتهمت انطيني يوم انا افتهمك دلني لي دوره للزواج بساعة يفتهمه اقول لك خلينا نوتوت احنا شي 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 تزوجيني يلا